وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود أن الدعاوى التي بغير الإسلام يا أهل مكة يا أهل الطائف يا أهل نجد يا أهل هذه من دعوى الجاهلية. لا يقول يا أيها المؤمنون أيها الإخوة يا أنصار الله يا عباد الله هكذا.